بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي شاشة قناة شهاب الفضائية في كل مكان، النسخة الثانية لبطولة كأس شهاب لفئة الأشبال، وهذه المرة تقام بالتحديد في شارع بوناس على ملاعب الشيخ عارف البصري. المباراة المنتظرة من منافسات الدور الأول ما بين أكاديمية البيضاء وأكاديمية الراحل المرحوم إسماعيل عاتي، الفريق اللي يلعب بالقميص الأبيض فريق البيضاء، بينما أبناء إسماعيل عاتي يلعبون بالقميص الأزرق بصافرة الحكم علاء حسين الذي بانتظارها لتعلن عن انطلاقة صافرة البداية. لازلنا في الدور الأول وباحثين عن من يكمل صفوف الدور الثاني، هل إسماعيل عاتي أم أن فريق البيضاء له الكلام الآخر؟ كل الأمور محتملة وكل شيء موجود، لكن نظام البطولة والكل يعرف كما نوانا في البطولة السابقة وفي بداية المباريات السابقة أيضا في الدور الأول، قلنا بأن نظام البطولة بالتسقيط الفردي، فإن مباراة اليوم لابد أن يكون فيها منتصر فريق البيضاء الذي استعد جيدا، وحوار مدربي الذي قال جونا من أجل التأهل إلى الدور القادم ليس فقط من أجل المشاركة، بينما أكاديمية إسماعيل عاتي الراحل الذي دائما عودونا على تقديم أجمل مباراة، هكذا انطلقت صافرة البداية، الكرة التي أرسلت في اللقطة الماضية وبالتالي مرت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى من هنالك علي أحمد شوية الذي بدورة يوصلها في خط الوسط، تبعد من هنالك من دفاعات أكاديمية إسماعيل عاتي، بينما علي أحمد شوية في حراسة المرمى الذي يرسل كرته، تأتي الانطلاقة والمراوغة عن طريق علي عادل حبيب، ولكن كرة علي عادل مرت إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى أو يبدو احتسب الحكم على ركنية، تلعب من هنالك لأكاديمية البيضاء أول كراتهم التي يحاولون من خلالها لكنها بالمباشر إلى ركلة مرمى عند الحارس علي محمد شثير. علي محمد اللي لحد الآن لم يختبر، الحارسين لم يختبرا في أي اختبار حتى الآن، رمية جانبية، نشاهد الكرات الخطيرة في بداية المباراة، نشاهد توازن وتقارب في المستويات، الكادر التدريبي الحاضر والذي يطمح بأن يقدم صورة مميزة، يطمح أيضا بأن يكون أحد الأسماء التي تأهلت إلى الدور الثاني، بينما هناك نشاهد رمية جانبية أخرى لأكاديمية البيضاء بانتظار أول الأهداف، بانتظار أول الأهداف رغم برودة الطقس، لكن الفريقان يحضران ويقدما ما بجعبتهما، يريدا إخراج الطاقات الشبابية، وأيضا أن نرى كما شاهدنا في البطولة السابقة الكثير من المواهب التي شاهدناها في الموسم الماضي، وأيضا الفريق الذي حصد البطولة في الموسم الماضي وهو نعم ناشئين الصناعات الكهربائية بمباراة كبيرة هنالك كانت في منتدى أبناء المدينة هنالك في منطقة الشوادر بالتحديد، المباراة التي استمتع بها الجميع وختمت البطولة بصورة مميزة، طبعا جهود جبارة تذكر فتشكر لكل القائمين على هذه البطولة بالتحديد الشيخ محمد البيضاني، نعم لقناة شهاب الفضائية ولكل كادر العمل الذي ساهم بإنجاح هذه البطولة، وأيضا هذه البطولة بنسختها الثانية نبحث عن بطل جديد، بينما في الدور الأول حتى الآن نريد أن يكتمل الصفوف للتأهل إلى الدور القادم. ركلة مرمى يبدو لي أشار على حسين حكم المباراة الأول هناك في الجهة البعيدة، بينما بانتظار ما يقدم أبناء إسماعيل عاتي الراحل أكاديميته التي ترك مهمتها على من يقوم في إخراج جيل جديد بعد أن كان له الاسم الكبير هنالك في منطقة الشعب بالتحديد، سواء كانت على الملاعب الكبيرة أو الملاعب الخماسية، والآن أكاديميته تبحث عن أول أهدافها حتى تضمن تأهلها إلى الدور القادم. خطأ في مكان جيد يبعد بعشرات الأمتار على مرمى الحارس علي محمد شثير بانتظار من سيقوم بإطلاق كراته، أول الكرات الثابتة هل تستغل خير استغلال؟ هل تترجم إلى هدف؟ وكم من هل طرحت لكن ما من مجيب، بانتظار من يستخلص الكرات الثابتة بالقميص 10 الخصيص علي عادل، علي عادل هل يكسر حاجز التعادل؟ وحاضر من هنالك إمكانية التسديد من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب، يبدو لي تحصلوا على ركلة ركنية لأصحاب القمصان البيضاء، أصحاب القمصان البيضاء أكاديمية البيضاء الطامحين للوصول مبكرا إلى الهدف، لكن من هنالك الإبعاد كان من علي محمد وبالتالي تساعات سريعة عند حارس المرمى لأكاديمية الراحل، الاتحاد
إسماعيل عاتي، أبو أمجد من الكادر التدريبي، عن علي غافل هو من يقود فريق البيضاء. بينما هنا أول المحاولات التي كان بها أكاديمية إسماعيل عاتي، لكن براعة الحارس في التصدي علي أحمد شويع الذي أنقذ الموقف في الكرة الماضية وأبعدها تستعاد، لكنها رمية جانبية. تماس على مستوى الجهة القريبة أمام الدبابة البشرية الذي يقوم بالواجبات الدفاعية بالقميص 12، وحسين حسن عبد الله الذي يبعد كورته مجددا من هناك. تصل فريق الأزرق بدأ ينهض ويتقدم لخطوط المقدمة بعد أن شاهدناه في الدقائق الأولى متراجع، والسيطرة التي كانت لفريق البيضاء، لكن الآن بدأ اتحاد أبو أمجد يظهر بشكل تدريجي ويتقدم لخط المقدمة، يريد أن يجار الفريق الأبيض، يريد أن يدخل في الأجواء، يريد أن يكسب الثقة والسيطرة. خطأ وسط منطقته عند القميص 12 حسين حسن عبد الله قائد خط الظهر ومن يقود خط الدفاع، حتى الآن في أمان، ولو أننا لم نشاهد الكرات الحقيقية والاختبار للحارسين، كل الكرات كانت سهلة بمتناول أيادي بانتظار أي مهاجم سيتفوق ويأتي بالفرحة لعشاق الجماهير القليلة الحاضرة في نعم ملعب أكاديمية اللاعب الدولي السابق غانم عريبي، والملاعب التي سويت باسم الشيخ عارف البصري التي تحتضن هذه البطولة النسخة الثانية لبطولة كأس الشهاب، بعد أن كانت النسخة الأولى هنالك في منتدى أبطال المدينة. رمية جانبية للبيضاء، البيضاء يطمح عن طريق علي عادل حبيب بالقميص 10 صاحب التسديدة الماضية من كرة ثابتة وسط الملعب، لكنها لم تستغل، أيضا جاءت في أحضان الحارس هذه التسديدة المباشرة التي أرسلت من هنالك، لكنها أيضا لم تصل إلى حارس المرمى علي أحمد، بل كانت نعم بالإبعاد من الدفاعات وبالتالي تصل إلى رمية جانبية. تماس الموجود سجاد أثير رضا يلعب كرته، ولكن كرة سجاد مرت يبدو لي إلى ركلة ركنية بعد أن ارتطمت في أحد المدافعين، وعادت من الجهة القريبة الركنية لسيف وسام. هل يكون على طريقة الرسام؟ بينما الانطلاقة الموجودة في كرة عكسية يبحث من خلالها علي عادل، ولكنها قطعت وعادت. بدأت المباراة يرتفع ريتمها، بدأت نشاهد الكرات العكسية واحدة بواحدة، ردات الفعل السريعة، لكن الآن الكرة إلى رمية جانبي. تماس دائما على الجهة القريبة حسين حسن، القميص 12 يأتي بكرة عرضية تبعد وتستعاد، القميص 10 دائما من يشن الكرات العكسية علي عادل، لكن أمام المضايقة الدفاعية وبالتالي علي عادل تسبب بالخطأ المخالفة. حسن علي خلاف من يكسب المخالفة بالقميص 9 لمستوى خط الظهر، حوار مع حكم المباراة والإشارة أيضا المطالبة من حسين حسن عبد الله بالمخالفة، وبالتالي يكسب الخطأ في مناطق الدفاع. قطعنا معكم يا من تشاهدون قناة شباب أو قناة شهاب الفضائية، حتى الآن نصف الشوط الأول لا قديم يذكر لا جديد عاد، فلا زال التعادل السلبي يسيطر، ربما يأتي الهدف، ربما يأتي الجواب عن طريق صاحب القميص 10 علي عادل، وأكثر من حاول للفريق الأبيض، أكثر من سدد، أكثر من لمس الكرة للفريق الأبيض فريق البيضاء، لكن دون أي مساندة، لم نرى معه اللعب الجماعي والإسناد من الزملاء، بالتالي يسير وحيدا هذه الكرة التي تسدد، ولكنها بالمباشر مرت إلى خارج أرض الملعب. كرة أيمن أركان نافع، لكن كرة أيمن أركان مرت بجوار القائم الأيسر من هنالك، وبالتالي تمر إلى رمية جانبية أخرى. الكرات العشوائية، الكرات الطويلة التي لم يستفد منها الفريقين حتى الآن، لم نرى اللعب الجماعي والتسلسل في نقل الكرات من الخط الخلفي إلى الوسط مرورا إلى المقدم. اللعب العشوائي شاهدناه يسيطر على بداية المباراة، وبالتالي هذه واحدة من محاولات أكاديمية اتحاد أبو أمجد، لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى، كرات المنظمة لم نراها، الفرص الحقيقية القوية لم نراها، الحارسين لا زال لم يختبر بالاختبار القوي، والكرات السانحة للتسجيل، كل الكرات كانت سهلة يا أما بمتناول أيادي أو خارج أرض الملعب، وبالتالي خطأ يحتسب. طبعا
الإيقاف المستمر والكرات والصافرات التي نستمع لها ورميات الجانبية المستمرة والأخطاء المتكررة، هذا ما يسد ويقلل من متعة المباراة. الوقوف المتكرر يقلل من حماس اللاعبين. هذه الكرة التي أبعدت لكن هناك فيها تصادم بشري وارتطام داخل منطقة الجزاء. ماذا سيشير الحكم على حسين؟ على حسين يبدو لي أشار برمية جانبية، لكن بمبدأ السلام والأمان للاعبين أمر بإيقاف المباراة حتى يتابع ويرى هل يحتاج اللاعبين إلى دخول المعالجين من أجل إسعافات الأولية أم سينهضا ويكمل شوط المباراة الأول. سلامات يسقط على أرض الملعب. عبد الرحمن كريم مدافع لفريق البيضاء. شوط أول فقير فنيا حقيقة، لم تظهر فيه القيمة الإمكانية والفنية الكبيرة. تساوي بين الطرفين. سلامات ينهض من أجل استكمال شوط المباراة الأول. عبد الله دخول المعالج من أجل تقديم الإسعافات وعودة لاعبي بسلام. الآن يستأنف اللاعب برمية جانبية لاتحاد أبو أمجد. اتحاد أبو أمجد حتى الآن لم يكن مقنع حقيقة رغم أن المباراة متساوية الأطراف، لكن الحديث في الإعلام والنتائج التي شاهدناها عبر مواقع السوشيال ميديا لم تكن كما نرى. الأداء حقيقة لم يكن مقنع طيلة نعم نصف الشوط الأول الذي لعب به الفريقين. هذه كرة علي عادل يأتي بمراوغة مرور يدخل هنالك في منطقة الجزاء، ولكن التسديدة مرت إلى خارج أرض الملعب. أيضا محاولة أخرى خجولة تضاف في تفاصيل الشوط الأول ويستمر الفريقين بإهدار الفرص، لكن لم يكن هنالك الحرص ولم يكن هنالك حس التصرف في اللقطة الأخيرة. دائما النهاية لم تكون سعيدة، النهاية لم تكون جميلة، تنقصهم اللمسة الأخيرة. بينما هنا المرور من حسين حسن يسدد من مكان بعيد ولكن تمر إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى عند علي أحمد شوية. علي أحمد بالقميص 9 يرسل كرته لعلي عادل. علي عادل بالمباشر، هنالك تغيير اتجاه اللعب لكنها بالمباشر إلى رمية جانبية أخرى لاتحاد أبو أمجد. انتظار من يقوم باستقطاب الكرات. أين العمود الفقري؟ أين الرابط الحقيقي؟ أين لاعبي خط الوسط؟ إن كانت الحيرة عند المدافع في استقبال كراته أو إن كانت الحيرة عند المهاجم بإيصال الكرات إليه، فما بين المدافع والمهاجم لابد أن يكون هنالك لاعب خط وسط يقوم بحلقة وصل والربط ما بين الطرفين كي يوصل الكرات إلى المهاجم ويضعه في نعم مكان مميز لكي يسجل أهداف. حتى الآن لم نرى لاعبي خط الوسط في إيصال الكرات. عقم هجومي بالنسبة للفريقين. الشوط الأول قريب من النهاية. الشوط الأول في طي النسيان، على المدربين أن يضعوا النقاط على الحروف في الشوط الثاني. طالما الشوط الثاني يدعى شوط المدربين، لذلك بانتظار المدربين ما يضعون من لمسات فنية من أجل قراءة الموقف واستخلاص النتيجة. رمية جانبية لاتحاد أبو أمجد ترسل بالمباشر بأحضان حارس المرمى علي أحمد شويع. أرسلها إلى علي عادل. بطاقة صفراء تشهر من هنالك على حارس المرمى علي أحمد شوية. أول بطاقة تشهر من الحكم على حسين، وبالتالي ماذا يشير؟ هل لعب الكرة خارج المنطقة أو ما هو الأمر الذي حدث؟ يبدو لي مسك للكرة خارج المنطقة، بالتالي أشار من خلال البطاقة الصفراء واحتسب ركلة حرة غير مباشرة. بانتظار الحوار الذي يدور ما بين حكم المباراة وحارس المرمى علي أحمد. نعم يحتسب خطأ، يبدو لي احتسب ركلة جزاء. هل بالأخطاء المتكررة هذا تلعب جول؟ ركلة الجزاء يأتي أول الأهداف لأكاديمية اتحاد أبو أمجد. الراحل 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 أكاديمية تتفوق بأول الكرات ومن علامة ركلة الجزاء بعد أن ارتكب الحارس الخطأ. وبنظام البطولة 6 أخطاء يمنح الفريق ركلة جزاء،
بعد أن حصلوا على 6 أخطاء ها قدمونحت ركلة الجزاء ومع البطاقة الصفراء على حارس المرمى، بالتالي من هنالك تلعب. ولكن الركلة الركنية أو رمية جانبية، ردة الفعل لم تكن كما يتوقع الجميع للفريق الأبيض، ردة فعل خجولة وبالتالي رمية جانبية لدفاعات اتحاد أبو أمجد. أول الأهداف حسن علي يأتي، وهذا الهدف الثاني. نعم هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني لأكاديمية اتحاد أبو أمجد. انفتحت الشهية وأصبحت الرؤية واضحة على بعد دقيقة أو دقيقتين. يأتي الفريق الأزرق بثاني أهدافه وسط حيرة من دفاعات أكاديمية البيضاء التي لم تكن متوقعة أن تأتي هكذا الكرات واحدة بعد الأخرى. وبالتالي الفريق الأبيض عليه أن يدفع بكل أوراقه لخط المقدمة، عليه أن يترك المناطق الدفاعية بعد أن شاهدناه يلعب دائما بسلاح المرتدات، يعتمد على مهارة علي عادل ويلعب بدفاع محكم. الآن عليه إذا أراد التأهل أن يندفع لخط المقدمة حتى يأتي بأول أهدافه ويفتح ويقص شريط الأهداف بالنسبة لأكاديمية البيضاء. بينما اتحاد أبو أمجد كانت نقطة التحول في مباراة ركلة الجزاء، سجلوها ثم عاودوا للمرة الثانية وسجلوا الهدف الثاني، وبانتظار قادم الدقائق ماذا تخبي لنا. يبدو لجاءة الصافرة لنهاية شوط المباراة الأول بتقدم أكاديمية اتحاد أبو أمجد. هذه عودة لاستكمال شوط المباراة الثاني، وانطلقت صافرته طبعا لمن التحق بنا متأخرا في أن الشوط الأول انتهى بهدفين لأكاديمية اتحاد أبو أمجد مقابل لا شيء لأكاديمية البيضاء التي لم تكن في الشوط الأول قادرة على التسجيل. ربما في الشوط الثاني بخيارات المدربين، هل من إجراء تغييرات أو بتغيير اسلوب اللعب، وبالتالي على فريق البيضاء أن يجازف و يتقدم لخط المقدمة، أن يشرك مهاجم آخر، عليه أن يلملم أوراق لأن المباراة تلعب بنظام التسقيط الفردي، فلابد وأن يكون هناك منتصر في مباراة اليوم. هل يعدل ويعود للأجواء أكاديمية البيضاء حتى يصل إلى ركلات الترجيح من الفريق الأزرق؟ عرف من أين يوكل الكتف وسجلوا هدفين في ظرف دقيقتين في الشوط الأول في أواخر الدقائق، وبالتالي في الشوط الثاني يريدون أن يبقوا متقدمين حتى نعم يتأهلوا إلى الدور القادم وهو الدور الثاني مع كبار هذه البطولة. فرق حقيقة مميزة شاهدناها في المباريات السابقة، دور ثاني سيكون من نار، دور ثاني سيكون قوي، دور ثاني سيكون فيه مباراة كبيرة، دور ثاني ستظهر به مواهب أيضا عديدة على مستوى كرة القدم لفئة الأشبال والناشئين. من هناك رمية جانبية لأكاديمية اتحاد أبو أمجد من الجهة البعيدة، يأتي بالكرة العرضية بالمباشر ترسل لكن سهلة بأحضان علي أحمد شوية، الحارس الذي تلقى شباكه في الشوط الأول هدفين، على عكس علي محمد كثير حارس المرمى لأكاديمية أبو أمجد وحافظ على سلامة شباكه. الإرسال من هنالك ولكنها بالمباشر تمر إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى عند علي محمد، لا زال يحافظ على سلامة شباكه في أول مباراتهم في هذه البطولة. تزيد بالمباشر، كرة التي أرسلت عن طريق حسين حسن من دون أي ينظر إلى زميل لعب كرة عشوائية بمبدأ السلامة والأمان حتى يتفادى الأخطاء في المناطق الخلفية، ومن أجل الأمان أبعد كرته. ولنشاهد الخطأ للفريق الأبيض أكاديمية البيضاء. عبد الرحمن حكيم يرسل كرة المطالبة هنالك بخطأ، لكن لم يجد حسين علاء فيها أي خطأ، وبالتالي أمر بالاستمرار. من هنالك يشير بالرمية الجانبية لأكاديمية البيضاء. هل يقلصها الفارق في شوط المباراة الثاني؟ هل يعودون؟ هل يفعلون الريمونتادة؟ هل يأتي هدف التقليص؟ هذا التحضير عبد الرحمن المطالبة بالإسناد من قبل زملائه، يسير وحده يدخل من هنالك، لكن القطع المميز من الدفاعات الزرقاء والعودة بالشكل السريع سيف وسام. الكرة لم يلحق بها، مرت إلى رمية جانبية تلعب سريعة لكنها تستقطع وتستعاد
لأكاديمية البيضاء، صراع على حامل الكرة وضغط، هذا ما ولد الافتكاك. البيضاء في الشوط الثاني يريد دفع لاعبين خط المقدمة، خطأ هناك، لمسة يد، خطأ نعم يحتسب في وسط الملعب. بانتظار عملية التنفيذ، هل ينجح عبد الرحمن كريم بالقميص 11 الخصيص في الكرات الثابتة، يرسل بالمباشر لكن كرته إلى خارج أرض الملعب، كرته إلى خارج أرض الملعب، تلعب سريعة. أكاديمية اتحاد أبو أمجد طامحة للوصول للمرة الثالثة إلى الشباك، تبحث عن ثالث الأهداف كي يضع هدف الأمان والاطمئنان وأن يضع قدمه مبكرا في الدور الثاني. رمية جانبية لاتحاد أبو أمجد، الكرة العرضية التي ترسل، أكاديمية الراحل أبو أمجد إسماعيل عاتي، يتحصل الفريق الأبيض على رمية ترسل مجددا عند رعد خالد محمد، يتحصل على رمية جانبية، رعد خالد يحاول أن يراوغ، يوصل كرته من هنالك إلى علي عادل لكنها تقطع سريعة. أكاديمية أبو أمجد دفاع محكم طيلة المباراة منذ بداية الشوط الأول، منذ الشوط الأول حتى الآن سيطرة على مستوى خط الظهر، لكن في الوسط والمقدمة لم تكون محاولاتهم مقنعة، لكن بعد أن سجلوا ركلة الجزاء الفريق أصبح في وضع مميز وربما يأتي ثالث الأهداف. البيضاء عاجز عن الوصول منذ بداية المباراة. هل نشاهد التغييرات في الشوط الثاني؟ هل التغييرات تثمر للفريق الأبيض بقيادة نعم مدربه علي غافل ومساعدة نجاح الساعي؟ تمرير على مستوى خط الوسط، علي عادل يطالب بخطأ، صافرة حاضرة وبالتالي خطأ قريب في مكان جيد، هل يستغل لعلي عادل بالقميص 10؟ هل يستغلون الكرات الثابتة؟ أوه حارس المرمى يريد هو من يقوم بالتنفيذ، علي أحمد شوي، علي أحمد شوي حارس المرمى من ينفذ، يأتي بالتسديد بالمباشر، ترتطم من هنا خطرة، لازالت دربكة في منطقة الجزاء لكنها أبعدت سريعة من دفاعات أكاديمية الراحل. إسماعيل عاتي فريق في وضع مميز حتى الآن، متقدم بفارق هدفين، يقترب شيئا فشيء من الوصول إلى الدور الثاني كي يضع قدمه مع الكبار. من هنالك علي عادل، المراوغ والاستخلاص أمام أكثر من لاعب، قطعت وعادت سريعة من هنالك سجاد أثير، محاولة الانطلاق وإضافة ثالث الأهداف. يريد أن يبقى الفريق الأزرق بهذه الصورة، لا يريد أن تهتز شباكه، لا يريد أن يزعج من قبل لاعبي أكاديمية البيضاء التي لحد الآن غائبة حلولهم الفردية والهجومية والجماعية على مستوى خط المقدمة، لم ينجحوا طيلة شوط ونصف في التسجيل. تلعب لخط الظهر من سيف بالمباشر إلى خارج أرض الملعب، من سيف بالمباشر إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لاتحاد أبو أمجد ترسل بالمباشر بالشكل الطويل، تستعاد في الوسط، سيف وسام الذي يعدها من هنالك أيضا عند الحارس علي شويع، بدور علي شويع تصل في الوسط، علي عادل يمر بالمباشر لكن يحصل على رمية جانبية، تماس لأكاديمية البيضاء، تلعب من هنالك النقل والهجوم المرتد لأكاديمية إسماعيل عاتي، محاولة المراوغة لكن طالت عليه وبالتالي أبعدت. قبل ذلك يبدو لي الصافرة من علاء حسين ليشير بخطأ، خطأ يحتسب، حكم المباراة الذي يشير بخطأ لأكاديمية البيضاء، ماذا يشير من هنالك؟ يأتي بالمسافة القانونية، تلعب بالمباشر أيضا خجولة، لو تعد وتحسب كم خطأ تحصل عليه الفريق الأبيض لكن لم تستغل ولا كرة نفذت بالطريقة الصحيحة، كل الكرات ذهبت هباء منثورة، لم يستفيد منها فريق الأبيض. فريق الأبيض عليه أن يضع الحلول، عليه أن يصحح المسار، نفس طريقة الشوط الأول
نفس طريقة الشوط الأول. هنا هدف قادم يأتي لفريق إسماعيل عاتي، محاولة لأصحاب القمصان الزرقاء، تسديد بالمباشر، لكن برافو حارس المرمى علي أحمد الشويع من أنقذ الكرة الماضية وأبعد ثالث الأهداف. وأبعد ثالث الأهداف في الكرة الماضية كان قريب الهدف الثالث بعد التسديد التي جاءت عن طريق حسين حسن عبد الله، لكنها أبعدت من الحارس علي شوي. ركنية وهذه كرة جول. القانون لا يحمل مغفلون، فالدفاع الأبيض لم يكن يتوقع الكرة تفلت من الجميع، مرت وبالتالي وضعت في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف أكاديمية إسماعيل عاتي. الكرة الركنية التي لعبت بسرعة فاجأت الجميع بما فيهم أنا. لاحظ هنا استخدم الذكاء والسرعة، نعم استقبال الكرة، رأى الدفاعات غير متمركزة في المكان الصحيح، لعب الركنية بسرعة وهنالك سرعة الاستقبال من مهاجمي وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث الأهداف. ثالث الأهداف بخطأ جماعي، بخطأ مركب، بخطأ يرتكب من الدفاع والحارس. لم يكون الإبعاد جيدا، لم تكون القراءة مميزة، لم يكون التوقع صحيح، وبالتالي ثالث الأهداف لاتحاد أبو أمجد مقابل لا شيء لأكاديمية البيضاء. ويبدو لي هدف الأمان والإطمئنان، يبدو لي سنقول مبروك لأكاديمية أبو أمجد التأهل إلى الدور القادم. هارد لك مبكرا للفريق الأبيض الذي لم يجد الحل في التسجيل حتى الآن، عاجزا عاجزا عن الوصول إلى مرمى الحارس علي محمد شثير، يطمح بأن يخرج من مباراة اليوم وهو شباك خالية. أول كليشيت للفريق الأزرق الذي يحاول إضافة مزيد من الأهداف، يضيف في سجل البطولة أهدافه 3 أهداف مقابل لا شيء. أكاديمية البيضاء حتى الآن أشركت التأخيرين ولكن دون أي ثمر، لم تنال الثمر في الأخير، يبدو لي في طريقها للوداع في بطولة كأس شهاب بنسختها الثانية مقامة على ملاعب الشيخ عارف البصري بملاعب أكاديمية الدول السابق غانم عريبي. رمية جانبية من هناك لأكاديمية اتحاد أبو أمجد بانتظار الاستفادة من الكرات الثابتة. هناك في الجهة البعيدة تغيير على مستوى الحراسة، ترك المباراة علي أحمد شويع، ومن سيشترك بديلا لأكاديمية البيضاء؟ علي أحمد شويع ترك أرض الملعب، ومن هو الحارس الذي سيشترك مكانه؟ من هنالك الإرسال وبالتالي أيضا إلى ركلة مرمى الحارس علي محمد. علي محمد بالمباشر، من هنالك النقل يبحث سيف، ولكن كرة سيف مرت إلى خارج أرض الملعب. إذن باقر ميثم فاضل هو الحارس الذي اشترك في هذه الدقائق كحارس بديل بدلا من علي أحمد شوية الذي تلقى شباكة 3 أهداف، يشترك بديلا في هذه الدقائق ويريد أن يحافظ على سلامة شباكة آملا بفريق أن يعود في المباراة، ولو أن أصبحت المهمة صعبة، لكن لا مستحيل في كرة القدم كل شيء ربما يحدث في الدقائق القادمة إذا صحح المسار مدربهم علي غافل، قد يأتي فريق بالتقليص ثم العودة. تلعب سريعة لكنها سددت بالمباشر، ركلة ركنية لاتحاد أبو أمجد، ركلة ركنية لأكاديمية إسماعيل عاتي. هؤلاء لعبة الكرة بالمباشر بل احتسبها بركلة مرمى لعبت، وهذه الكرة العكسية. اتحاد أبو أمجد يطمح بالوصول كلما سنحت له الفرصة بتسجيل الأهداف، هذه المرة عن طريق حسن علي خلاف بالقميص 9. حسن علي ليملك قوة التسديد من مسافات بعيدة، الركنية التي تلعب لكنها مبعدة بالهجوم المرتد والكرة العكسية. عبد الرحمن كريم في انطلاقة ولكن كرته يبدو لطالت عليه وبالتالي
رمية جانبية لاتحاد أبو أمجد. تماس عند سين حسن عبد الله. سين بالمباشر يرسلها. تمر إلى خارج أرض الملعب ركلة مرمى. عند باقر ميثم فاضل. بدورة من هنالك إلى علي عادل. تقطع سريعة الهجم المرتد لكن الإبعاد من الدفاعات البيضاء. عبد الكريم يحاول هذا مرورة من علي عادل لكن المرور لم يكون نعم بسهولة. هنالك المراقبة الدفاعية، هنالك المضايقة التي جاءت من دفاعات الأزرق وبالتالي تحصل على خطأ علي عادل. خطأ في وسط الملعب، هناك أيضا لاعب يسقط على أرض الملعب يشكو من إصابة. سلامات سيف وسام حسن ينهض من أجل استكمال الدقائق الأخيرة المتبقية للشوط المباراة الأول. خطأ عبد الرحمن من يقوم بمهمة التنفيذ. عبد الرحمن كريم أمام حائط الصد المتكون من لاعبين وبانتظار إشارة اللعب حتى يقوم بمهمة التنفيذ. قريب منا حسن حسام علي من أجل التنفيذ لكنه فضل اللعب المباشر. أيضا ارتطمت يبدو لي بأحد المدافعين، هناك سقوط على أرض الملعب. سلامات لقلب الدفاع حيدر أياد ناصر. سلامات لحيدر. سلامات لحيدر أياد ناصر ينهض من أجل استكمال ما تبقى. لعب الكرة من هناك بالمباشر، نقل والعودة. سيف يبحث عن مساحة، محاولة المراوغة. سجاد أثير الذي طلب كرة في اللقطة الماضية. سيف يحاول من هنالك التسديد ولكن أيضا ترتطم بأحد المدافعين. محاولة المراوغة، يبحث علي عادل لكن أمام القطع من حيدر وبالتالي رمية جانبية. تماس تعود مجددا في وسط الملعب. البيضاء يحاول الانطلاقة موجودة. عبد الرحمن رعد صادق ولكن عبد الرحمن كرته مرت أيضا إلى ركلة ركنية لأكاديمية البيضاء. أكاديمية البيضاء عبد الله خلدون أحمد يأتي بالعرضية ترسل من هنالك داخل المنطقة لكنها دون أن تستقبل من المهاجمين. مرت مجددا تماس لأصحاب القمصان البيضاء. العودة في خط الظهر. ماذا يشير حكم المباراة سين علاء؟ خطأ يحتسب لأكاديمية البيضاء. دقائق أخيرة تفصلنا عن الوقت الأصلي والحقيقي لنهاية المباراة. مبروك 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 مبروك، هكذا أتت الصافرة من حكم المباراة لتعلن عن النهاية. مبروك بانتصار أكاديمية أبو أمجد، هدف 3 أهداف مقابل لا شيء لأكاديمية البيضاء. تقبلوا تحياتي بالختام. أنا محدثكم علاء الزهري، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.